بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع هذه السلسلة من المواضيع المقترحة كاختبارات للفصل الثاني بالنسبة للسنة الأولى من التعليم المتوسط. ومع هذا الموضوع أو هذا النموذج، إذن مع الوضعية الأولى منه بدون إطالة، يقول في الوضعية الأولى: املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية. لدينا التسامي، التكاثف، التجمد، الانصهار، التبخر. إذن فالعبارة الأولى هو تحول المادة من الحالة الفيزيائية الصلبة إلى الحالة السائلة. إذن تحول المادة من الحالة الفيزيائية الصلبة إلى الحالة السائلة هو الانصهار، في حين أن تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية هو التسامي أو التصعيد، وتحول المادة من الحالة الفيزيائية السائلة إلى الحالة الصلبة هو التجمد، وتحول المادة من الحالة الفيزيائية الغازية إلى الحالة السائلة هو التكاثف، في حين أن تحول المادة من الحالة الفيزيائية السائلة إلى الحالة الغازية هو التبخر. ثم في المطلب الثاني يقول: أعطي الحالة الفيزيائية لكل نموذج. إذن هذا تمثيل للنموذج الحبيبي للمادة. فنلاحظ أن النموذج الأول يعبر عن الحالة السائلة، لا هي متقاربة جدا ولا هي متباعدة، والحالة الثانية هي المتقاربة إلى أقصى حد فهي الحالة الصلبة، وفي الحالة الثالثة تكون متباعدة هي الحالة الغازية. إذن تمثيل الحالة السائلة، تمثيل الحالة الصلبة، تمثيل الحالة الغازية. نمر إلى الوضعية الثانية، يقول: صنف الأجسام التالية حسب حالتها الفيزيائية: حليب، بنزين، حجر، هواء، كحول، دقيق، بخار، ماء، زيت، مسحوق السكر، خشب، الحديد، الرمل. إذن لدينا الأجسام الصلبة المتراصة والأجسام الصلبة غير المتراصة، أو بعبارة أخرى الأجسام الصلبة المتماسكة والأجسام الصلبة المجزأة. إذن ولدينا السوائل والغازات. إذن في الأجسام الصلبة المتماسكة لدينا الخشب، لدينا الحديد، ولدينا الحجر. في الأجسام الصلبة المجزأة ما تبقى من المعطات: الدقيق، مسحوق السكر، والرمل. بالنسبة للسوائل لدينا الحليب، ولدينا البنزين والكحول، بالنسبة وكذلك الزيت. بالنسبة للغازات لدينا بخار، الماء، ولدينا الهواء. إذن هذا بالنسبة لهذه الوضعية. نمر إلى الوضعية الثانية، الوضعية الإدماجية، يقول: عثرت والدة إسماعيل على قارورة بها سائلين غير ممتزجين، ورغم التحريك لاحظت أن أحدهما دائما يطفو على الآخر. توجه إسماعيل إلى مختبر العلوم الفيزيائية أو مخبر العلوم الفيزيائية، وقام بالقياسات التالية: أخذ السائل A فوجد حجمه VA يساوي 50 ملي لتر، وكتلته هي MA تساوي 50 جرام، بينما السائل الثاني وجد حجمه هو VB يساوي 50 ملي لتر، وكتلته هي MB تساوي 40 جرام. أولا فسر ملاحظة أم إسماعيل المتمثلة في أن أحد السائلين دائما يطفو على الآخر. إذن فطفو سائل فوق آخر يدل على أنهما لا يمتزجان، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني يدل على أن الذي يطفو كتلته الحجمية أقل من الكتلة الحجمية للسائل الآخر الذي يبقى في الأسفل. هذا تفسير هذه الظاهرة. ثانيا يقول: أحسب الكتلة الحجمية للسائلين رو A ورو B. إذن هنا لدينا قانون الكتلة الحجمية: رو لA يساوي M لA على V لA. ما معناه؟ الكتلة الحجمية للسائل A تساوي كتلة الجسم A على حجم الجسم A. نعود إلى التجربة: كتلة الجسم A 50، حجمه 50. إذن هنا نطبق رو لA يساوي 50 غرام على 50 سنتيمتر مكعب، هنا ننتبه وليس سنتيمتر، سنتيمتر مكعب. نجد رو لA يعني الكتلة الحجمية للجسم الأول للسائل الأول هي 1 غرام على سنتيمتر مكعب، قلنا
واحد غرام على سنتيمتر مكعب. ثم نطبق نفس الشيء مع السائل بي، رو لي بي يساوي ام لي بي على في لي بي. رو لي ام لي بي هي 40 غرام والحجم لي بي هو 50، اذا نقسم 40 على 50 نجد الكتلة الحجمية للسائل بي وانها تكون 0 رو لي بي تساوي 0.8 غرام على سنتيمتر المكعب. اذا وجدنا الكتلة الحجمية للسائلين. يقول في المطلب الثالث: اذا علمت ان الكتلة الحجمية للزيت هي رو زيت تساوي 0.8 غرام. نقارن الان المقدارين، لدي 0.8 ونحن حسبنا ووجدنا 0.8، بمعنى بي هو الزيت، وان الكتلة الحجمية للماء رو للماء تساوي 1 غرام على السنتيمتر مكعب، والمليلتر او سنتيمتر مكعب. نعم، يعني هنا بما ان المليلتر هو نفس السنتيمتر مكعب معناه وجدنا نفس المقدار. اذا فقال حدد اسم كل من السائل A والسائل B. اذا فالسائل A هو الماء والسائل B هو الزيت. اذا هذا بالنسبة لهذا الموضوع. في الاخير اسأل الله العلي القدير ان نكون قد وفقنا، كما نأمل ان تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.